أنا قلت أنا بعرف حالي من صغري أنه وقت كتبت الموضوع الإنشاء أنه قلت أنا بحلم بالروب الأبيض وصميلتي بتحلم بالروب العرس. يا ترى أنه أنا لو تزوجت كان أحسن؟ ما الزواج نصيب، ويمكن لا تقول شئنا فإن الحظ شاء. بس هلأ بقول المرأة، وإذا بدي أنصح البنات لأنه بيسألوني دائما شو أعمل، أنه لا يعملوا الاثنين وبيبدعوا بالاثنين أفضل من أنه واحد يأخذ وبدع بواحد. يعني أنا بعتقد أنه المرأة الزواج كتير مهم، لأنه الأم هي المدرسة الأولى، تربية الأطفال مهمة كتير. وكمان أنا ما حسيت، لأنه مثل ما قلت يمكن أنا أكثر وحدة بالعالم بيجيها تهنئة بعيد الأم من أي أم، بيجيها هدايا بعيد الأم أكثر من الأم. بس الموضوع اللي بحز بالنفس هلا، خاصة أنه هلا بعمر التقاعد، أنا اللي بيستوحش له يمكن لحفيد أكثر من الولد، لأنه هن جائزة آخر الخدمة. عندي قصة كتير طريفة حلوة. أنا بشوف العائلة المالكة، وطبعا هلا عم شوف الجنريشن الثاني ويام الثالث، عندي واحدة ثالث 25 ولد عمره 5 سنين، أمير. أبوه قال له بابا دكتورة نادية كانت دكتورتي وقت أنا كنت صغير. استغرب إنه أنت كنت صغير وهي دكتورتها. قال له بتشوف كتير من العائلة بابا دكتورته مثلي أنا ومثلكم. عم طلع فيني الولد قال لي دكتورة أنت شفتي الملك عبد العزيز هو صغير؟ الملك عبد العزيز إنه طال لأني بشوف لما بس إنه صغار يكبروا ما دخلني. قال لي دكتورة شفتي الملك عبد العزيز هو صغير؟ قلت له حبيبي مرة واحدة الملك عبد العزيز والبابا فهد بابا سلمان مرة واحدة. من خلال خبرتي بالحياة بعتقد كتير مهم أنه المرأة تتعلم وأنه المرأة تشتغل، بس ما تتخلى عن وظيفتها كأم وكزوجة. ولأنه العمل كتير حلو، أنا توقعت حتى سألوني بواحدة من المقابلات بالتكريم، سألوني شو بتعتقدي بده يصير. أنا قلت لكم بالنسبة للمرأة السعودية كتير دخلت مجالات أول بالبداية، مثلاً بالطب وبالأعمال بالطب، وبدعت كتير بالطب أو بالتعليم. بس هلأ وأنا تنبأت أنه أول أنه حيصير في سفيرة وحيصير في وزيرة، والسفيرة أنا لي الفخر إلها، لي الشرف أني أقول أن الأميرة ريما بنت بندر أنا شفتها وهي صغيرة، كنت دكتورتها بعدين صرت دكتورة أطفالها. حتى أنا ما بنسى اليوم اللي شفت أمها بمستشفى الشرق، ما كنت عارفة لأنه الأمير بندر طيار، كانوا الطيارين بالخبر. أنا كوحدة سورية ما كنت بعرف أنه في أمرة بالمنطقة الشرقية. وبيت الملك فيصل هي معروفة عنه، ما بيعملوا بيعدوا بالدور. تصور أنت بمستشفى مثل الشرق قاعدة بالدور برا، اتخلت الأميرة هيفا الفيصل بنت الملك فيصل، قالت لي دكتورة أنت يعني، لأني أنا لما قلت لها لأ مشان الوالد، يعني الملك فيصل أنا بيعني لي كتير كتير بيعني لي.